السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. شلونكم؟ الجهاز اللي ويانا اليوم من فئة الانتري ليفل او الفئة الاقتصادية، اللي تقريبا هو ارخص شيء محترم تقدر انه تستخدمه وتسوي عليه تقريبا كل المهام اللي تسويها التليفونات الثانية الاغلى. جهاز هو التكنو سبارك 20 اللي يجي بسعر $110، يعني ما يعادل تقريبا 168,000 دينار عراقي، طبعا لنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت للرام. وعندنا ايضا اخو الاقل منه بشوية، وهو التكنو سبارك 20C اللي يجي بسعر $99، اللي راح ناخذ نظرة عنه سريعة بنهاية الفيديو، لانه التركيز اليوم على السبارك 20، الجهاز اللي نازله تكنو بي على بداية 2024. وحقيقة هم شاطرين بهذه الفئات. اولا راح يكون عندنا ظهر من الجلد، ترند عالم الهواتف المتوسطة والاقتصادية هذه الايام. طبعا هو شيء مرحب به، وبالنسبة لي اشوفه افخم من البلاستيك العادي، على الاقل انه تقدر تستخدمه بدون كفر. الجهاز راح يجي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.56 انش، ومع تردد 90 هرتز و 180 هرتز بالنسبة للتاتش سامبلينج ريت، وبدقة HD بلس مع معدل 269 بيكسل لكل انش. الشاشة راح تكون مع 480 نتس من ناحية البيك برايتنس، واللي هو شيء عادي جدا وما راح يكون مناسب للأشخاص اللي يشتغلون بالخارج تحت إضاءة الشمس. أيضا راح يكون عندنا هنا سماعات ستيريو ثنائية، صوتهم ممتاز بالنسبة لهاتف بهذا السعر. والتكنو هنا ضايفين اشياء بالسوفتوير مثل الدي تي اس وامكانية التخصيص عن طريق الاكولايزر، بحيث تقدر تحدد الليفل والمود حسب اللي تحتاج، وعن طريق ايضا موضوع الالترا فوليوم مود. هذا الجهاز ممكن انه يوصل الى 400% كعلو من ناحية الصوت، بس اكيد راح تبدي تلاحظ الكواليتي اقل وحدة اكثر بالصوت. بشكل عام الصوت بهذا الجهاز من نقاط القوة للي يحب يسمع صوت عالي وبس. التكنو سبارك 20 راح يكون عليه معالج اغلب الاجهزة بهذه الفئة السعرية تستخدمه، واللي هو معالج جيد جدا، وهو الميديا تيك G85. تقريبا هو افضل اختيار معالج بهذا السعر بوقت تصوير هذا الفيديو. ما ادري من نهاية السنة ايش راح نشوف اجهزة مع كثرة الاجهزة اللي دا نشوفها هذه الايام، لكن المعالج اللي موجود هنا متوازن من ناحية الاداء اللي تاخذه بموضوع الالعاب والجيمز. يعني عادي تشتري هذا الجهاز وتلعب عليه ببجي موبايل والعاب ثانية. حجمها نوعا ما ضخم، راح يتحمل الجي 85 وبمعدل فريمات محترم. تقدر طبعا تفعل الرام الافتراضي وتاخذ جزء من ذاكرة التخزين وتضيفه على حجم الرام، وتوصل الى 8 رام اضافي، بحيث يكون عندنا 16 جيجا بايت رام من ناحية العدد الكلي. اما بالنسبة للكاميرات بهذا الجهاز، فراح يكون عندنا كاميرا واحدة اساسية وكاميرا ثانية نقدر نقول عليها متعلقة بالمساعدة عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي. بالخلاصة عندنا كاميرا 50 ميجا بكسل اساسية خلفية بهذا الجهاز، مع مستوى مقبول من ناحية التفاصيل الخاصة بالصور والنتائج اللي تحصلها بشكل عام. بنحكي بالنهاية على تليفون $110، فحتى لا نظلم هذا الجهاز وما تكون المقارنات غير عادلة، الصور اللي تشوفوها قدامكم تقريبا هي مثل كل صور الأجهزة الثانية بهذه الفئة السعرية. هواي أجهزة تستخدم 50 ميجا بكسل بهذه الفئة السعرية، عدا أنه تكنو تتميز شوية بزيادة أكثر بموضوع الألوان. وحقيقة تكنو وبالتبعية إنفينكس من الشركات اللي تغيرت معالجة صورهم، خصوصا من ناحية الألوان وضبطها بالسنين الأخيرة. بالنسبة للفيديو بالكاميرا الخلفية، فراح يكون عندنا 2K، والعادي هنا أنه نشوف اهتزاز لأنه ما عندنا OIS، وهذا طبيعي. وطبعا واضح المعالجة الزايدة وتدخل السوفتوير بتلوين السماء والأشجار ومحاولة زيادة الحدة. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فراح يكون عندنا 32 ميجا بكسل كاميرا أمامية على التكنو سبارك 20، ومع فلاش أمامي بحركة لطيفة، بحيث نعرف أنه تكنو عندهم فلاش أمامي بكل أجهزتهم تقريبا، بس هذه المرة صار تقدر أنه تغير درجة إضاءة الفلاش، سواء من الأبيض البارد إلى اللون الأصفر الدافي، وتاخذ اللوك اللي يناسبك ويناسب لقطة السيلفي اللي تريدها. طبعا كاميرا أمامية جيدة بهذه الفئة السعرية، وممكن انه تاخذ بها سيلفيات حلوة، بشرط انه الإضاءة تكون مضبوطة حتى ما تواجه مشاكل، خصوصا اذا حبيت انه تعدل الصور بعد الالتقاط فلازم تاخذ صورة بإضاءة مضبوطة. بالنسبة لتصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية للسبارك 20، فقدامكم تصوير الفيديو بالسيلفي كاميرا اللي موجود على هذا الجهاز، 2K من ناحية الدقة. حاليا جاي أصور
وبصراحة يعني عادية، لأنه أنت بالنهاية عندك جهاز سعره $110، فشنو اللي تقدر أنه تحصله؟ الشيء الحلو أنه الصوت والتقاط المايك اللي موجود مثل ما تسمعون صوتي حاليا، صراحة أنا أشوفه ممتاز. ومثل ما متعودين الجهاز والأجهزة هذه راح تجي بكل شيء تقريبا بالعلبة، سواء الشاحن، الكيبل، الكفر الشفاف والسماعات، وهذا الشيء متعودين عليه بهذه الأجهزة كون المنافسة قوية. وعلى طار الشاحن، فالتكنو سباركي 20 راح يكون مع شاحن 18 واط، يعني مو أسرع شاحن ممكن واحد أنه يشحن به هذه الأيام، بس على الأقل موجود بالعلبة ومع بطارية 5000 ملي أمبير. بطارية راح تقدر تاخذ منها استخدام يوم كامل تقريبا، خصوصا انه عندك هنا شاشه HD، فما راح يكون عندك استهلاك عالي بالنهايه. من الاشياء اللطيفه اللي موجوده بهذا الجهاز هو شيء يسموه تكنو دايناميك بورت، طبعا هو عباره عن شيء يشبه الدايناميك ايلاند اللي موجود بالايفون، بس كل شركه قامت تسميه حسب اللي تشوفه. مثلا ريلمي سميته الميني كابسول، تكنو اليوم تسميه دايناميك بورت. راح يكون عندك انيميشن لطيف من تربط الجهاز مثلا على الشحن او تفتح الجهاز ببصمة الوجه، فراح تتمدد الكاميرا الامامية وتصير وكأنها دايناميك ايلاند بشكل لطيف وحلو. بالنسبة للجهاز الثاني التكنو سبارك 20C، فقدامكم حاليا مواصفاته واهم ارقامه، ومثل ما قلنا الجهاز راح يكون بسعر $99، راح يكون اقل من السبارك 20 من ناحيه الاداء والمعالج وايضا من ناحيه الكاميرا الاماميه. فتقريبا هذه اول اجهزه لتكنو 2024 بالسوق العراقي، اكيد راح نشوف اشياء هواي قويه ثانيه منهم وبفئات اعلى بالشهور الجايه، فكتبوا رايكم بالتعليقات اسفل الفيديو. تحياتي، اخوكم محمد الحداد، في مالا.